الصداقه المصريه السوفيتيه بدءا لازم نعرف مين اللي ساعدنا في بناء السد العالي الاتحاد السوفيتي بقياده الرئيس جورباتشوف. عمل تعاون مصري روسي مع جمال عبد الناصر من سنه 1954 وتم بدء المشروع 1960. انتهى المشروع على مرحلتين، اول مره 1960 ل 64 دي المرحله الاولى، وبعد كده المرحله الثانيه 1964 ل 71، اي ان تم بناء السد العالي في 11 سنه. تمام. بعد الانتهاء من بناء السد العالي ابتدينا نعمل رمز الصداقه المصريه السوفيتيه على هيئه رمز زهره اللوتس المصريه وترس الصناعه المصري. بدأ الإنشاء بتاع رمز الصداقة المصرية السوفيتية لتخليد ذكرى التعاون الصناعي الاقتصادي بين البلدين. انتهت الزيارة بتاعتهم أو الاقتصادية بتاعتهم أو القيمة التاريخية بتاعت رمز الصداقة عند انتهاء من بناء رمز الصداقة في 1991. تمام. وطبعا يرمز لزهرة اللوتس اللي هي طلعة من المجاري المائية أو نهر النيل، عشان كده هنلاقي إن رمز الصداقة موجود في بحيرة حواليها مية. طب إيه؟ أنور السادات موجود وجورباتشوف، التلاتة موجودين. جورباتشوف ده اللي هو إيه، مش المهندس ولا جورباتشوف؟ جورباتشوف ده رئيس الاتحاد السوفيتي أنذاك. تمام؟ اللي هو ساعد ب 35 مليون دولار. طب التكلفة بتاعت رمز الصداقة ده؟ لا رمز الصداقة طبعا ما نعرفش التكلفة بتاعته. الحاجات دي مش مكتوبه، يعني ممكن حد يفتي، لكن صناعه اساسيه. تمام. فروع نهر النيل، فروع نهر النيل نفسها او مصادر نهر النيل عندك ثلاثه. تمام. بحيره فيكتوريا والنهر الازرق والنهر الابيض. وبحيره فيكتوريا طبعا اللي هي بدء نهر النيل، وليه نهر النيل بتاعنا عذب يجري طول العام؟ لان بحيره فيكتوريا بتمطر فيها السحب طول السنه، مفيش موسم معين. وهي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه العذبه في نهر النيل اللي طوله 6645. طب ليه اختاروا المكان ده لرمز الصداقه ولا حاجه؟ عشان هو بالقرب من السد العالي طبعا، وكان مكان جميل ويعرفوا يتحكموا فيه، ومدخل السد العالي. تمام. بالقرب من مدخل السد العالي او بدايه الدخول للسد العالي. طبعا ده افضل مكان. شكرا.